أهلا بكم. أحيا المئات من المؤمنين في الأرض المقدسة الاحتفال بعيد شفيعة الأبرشية مريم العذراء، وذلك في مزارها بدير رافات. وبهذه المناسبة المباركة ترأس غبطة البطريرك بير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس للاتين قداسا إلهيا حضره عدد من الأباء الكهنة والشمامسة والراهبات وجمع من الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب. توجهت حافلات عديدة من جميع الأراضي المقدسة للمشاركة بالاحتفال السنوي بعيد سيدة فلسطين، أهم شفيعة لأبرشية بطريركية القدس للاتين، والذي أقيم في باحات كنيسة دير رافات غربي القدس. ترأسه غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، وبمعاونة عدد كبير من المطارنة والكهنة والشمامسة والمعهد الإكليريكي والجوقة. وبحضور عدد كبير من الراهبات وفرسان القبر المقدس والآلاف من المؤمنين من جميع مدن الأراضي المقدسة. ابتدأ الاحتفال بدخول الموكب إلى الهيكل المخصص لإقامة الصلاة والذبيحة الإلهية وسط تراتيل لسيدة فلسطين. وخلال القداس الاحتفالي رحب غبطته بهذا التجمع المهيب والكبير والذين شاركوا بهذا العيد المقدس على الرغم من بعد المسافات والعراقيل والحواجز. ألا أن هذا العيد له مكانة خاصة لكل مؤمن، وذلك للتضرع والصلاة من شفيعة سيدة فلسطين أمنا مريم العذراء. وبعد القداس ابتدأت الدورة التقليدية السنوية في باحات وبساتين دير رافات حاملين تمثال أمنا مريم العذراء سيدة السلام وسط أجواء مليئة بفرح وسعادة وسلام داخلي لكل من شارك بالاحتفال. وتليت الصلاة وأعطيت البركة الختامية في ساحات الكنيسة. All Palestine was gathered here from all the parishes, all the communities, religious association group, youth, old people, elderly. It's a sign of unity of all our community. We have many problems, but Our Lady of Palestine gathers all and is source of consolation for all of us. We pray for her. We pray that her could help all our people, especially Palestinian people, to live in this our difficult situation, to give us strength and consolation in what we live every day. كل عيد سيدة فلسطين وجميع حبايبنا وأهلنا بخير، وهالبلد إن شاء الله دائما تعيش السلام اللي نحن منتظرينه والنعمة والبركة لجميع ساكنين هالأرض. حقيقة هيدي نعمة كبيرة انه نجتمع كليتنا هون بسيدة رافات حتى نطلب من مريم العذراء نقدس ونصلي، ونطلب من مريم العذراء انه تباركنا وتبارك حياتنا وتبارك هيدي الارض. هيدي فرحة كتير كبيرة حتى هالشعب كله يلتقى ببعضه. ها مناسبة لكل الحاضرين انه يلتقوا ببعضه، لانه مش دايما في دايما هيك مناسبات حتى يشوفوا بعضهم يحكوا مع بعضهم. الحلو انه الكل جاي من عدة مناطق ومن كل الطوائف، في كاثوليك من كل الطوائف، في أرثوذكس من كل الطوائف، في بروتستانت، في جايين من الرعاية كلها، من الشمال، من الجنوب، من قدس، من الضفة، من وين ما كان جايين. وهيدي شيء كتير كتير حلو. هيدا مهرجان صلاة، مهرجان مريم العذراء. هالفرصة كتير حلوة إنه مريم العذراء عم تقدر تجمعنا بهالقداس هذا الحلو، وكل سنة إن شاء الله يا رب.
فما أجمل هذه اللوحة من تجمع الآلاف من المؤمنين للاحتفال بعيد شفيعة سيدة فلسطين. فهذه الأرض ولدت فيها مريم العذراء وعاشت وأصبحت أماً للمسيح وأماً لنا وللكنيسة. فيا والدة الله تشفعي لنا. للنورسات مارلين الحدوة من دير رفات غربي القدس.